مقطعنا القادم مشاهدينا الكرام إلى الجمال، حيث يقع شعيب السفرات شمال الرياض على بعد 130 كيلومتر أو شعيب السفرات، اللي تحول إلى سد ومنتزه توشح باللون الأخضر، جذب كثير من سكان العاصمة لمشاهدة الربيع والجلوس فيه، خاصة العائلات اللي تحولت فيها الأشجار الكثيفة إلى موقع مناسب لهم. عدسة المصور المحترف محمد طويل وثقت لنا هذا المقطع، شاهده سويا. جميل مثل هالمشاهد صراحة عبد العزيز إنه نشوفها، وكذلك شكرا للمصور اللي وثق لنا جمال يمكن مو الكل قاعد يشوفه أو بعيد شوي، ولحب الكشتات وكذا أظنها قريبة يعني صرات 130 كيلو على الرياض يعني في خلال ساعة مكان جميل والله فيها.